في حال عدم قبول الشروط من قبل الحكومة الغير شرعية، أي بمعنى حكومة تسخيرات، وإيرادات النفط عادت من جديد للميليشيات المسيطرة على مفاصل الدولة هناك في العاصمة طرابلس، وبدأت إيرادات النفط تعود لهم بالأسلحة والذخائر مرة أخرى، وستكون تلك الأموال هي سبب في اقتتال وقتال الليبيين. أولا تحية لك سيدي الفاضل ولقناتكم لذا الحدث. نعم نعم سيد إبراهيم. ألو. نعم في الاستماع، تفضل. ألو. نعم سيد إبراهيم في الاستماع. نعم، لذلك نحن نؤكد على ما جاء في بيان القبائل وحراك محافظة على موارد النفط في ليبيا. ونحن فوضنا أمرنا لجهة مسؤولة، وهذه الجهة المسؤولة لها اتصالات مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة، ونحن جميعا نؤكد على ما جاء في البيان. نعم. ونحن نقر أن النفط للليبيين جميعا، وأيضا نحن نعلم جيدا أن ما يدور في طرابلس وفي غرب ليبيا، طرابلس طبعا مدينة محتلة من المرتزقة ومن الأتراك، ولا يملكون قرار أنفسهم، والدليل على ذلك رفضوا المبادرة التي أعلنت من قاهرة المعز وعن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس النواب السيد علي صالح والقائد العام خليفة بن قاسم حفتر. نعم. لذلك نحن نؤكد على أن الغرب الليبي مغتصب، والعاصمة أو طرابلس تحديدا محتلة من الأتراك ومن المرتزقة ومن ما يسمى الإسلام السياسي. ونحن نعلم جيدا، لكن نحن باعتبارنا نريد أن نحرج المجتمع الدولي. نعم، إذن أصبح ملف النفط وتم إعادة فتحه مجددا، وسلم هذا الملف إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب لكي تتعامل مع المجتمع الدولي وتضع أمام المجتمع الدولي شروط الشعب الليبي. نعم نعم. نحن نؤكد. ألو. نعم في الاستماع. نحن نؤكد على ما جاء في البيان. وإذا لم تصغى المجتمع الدولي، إذا كان يملك القرار وهو في بعض الأحيان يكيل بمكيالين، لكن نحن على يقين أن القيادة العامة والجهات المسؤولة في ليبيا والوطنيين في جميع أنحاء ليبيا على مستوى القبائل يعلموا أن البترول للجميع، ونحن بدون انحياز، البترول للجميع وخيبات للجميع، ولكن نحن ليس لدينا ثقة في المؤسسة النفط التي يرأسها صنع الله، وليس لنا ثقة في مصرف ليبيا الذي يرأسه كبير. والدليل واضح وبين، عندما صرح وخرج علينا ما يسمى وزير الداخلية باشاغا وأفصح على ما يدور من أموال ليبيا يغتصبوها شباب، لذلك نحن ليس لدينا ثقة في مؤسسة النفط ولا الكبير، نحن لدينا ثقة في القيادة وهو حريص على أموال الليبيين وتتوزع بالتساوي، سواء كانت مخصصات رواتب أو غيرها أو حقوق أخرى أو لإعمار ليبيا. نعم. ولكن نعم. إذا كان ذلك صدمة بالحائط، نحن سنعاود كرما جديد على أقفال النفط. وأيضا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمدينة جدابية، مدينة القبيلة للجميع، مدينة القبيلة الواحدة، مدينة القبيلة الواحدة، وأيضا قبيلة سكان زويتينا. نعم. قبيلة القبائل الذين هم أيضا استضافونا ومع هذا الحراك من البداية، فجميع سكان ليبيا مع قفل البترول، ولكن نحن نريد أن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي والعالم بأسره. نحن نقول البترول للجميع، ولكن يصدر بطريقة صحيحة وتكون أمواله بطريقة صحيحة عن جهة محايدة لكي يحظى الليبيين بجميع خيرات هذا. نعم. البترول. نعم الشيخ إبراهيم بو حريبة أحد مشايخ وأعيان بلدية البيضاء، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك أيضا.